اليوم يعني لما نحكي عن قضية الآثار والتراث في العراق والأماكن التراثية، ولما نشوف أيضا البقية يعني كثير من الأماكن مهملة، اليوم الدور أيضا يقع على الكثير من الجهات الحكومية. برأيك ليش إحنا لحد الآن ما وصلنا إلى حل بخصوص هذه المواضيع؟ شكرا لك على هذه الاستضافة. حقيقة يعني الأماكن الأثرية والتراثية بشكل عام، سواء كانت في بغداد أو في المحافظات، هي تعاني من الإهمال رغم اهتمام الدولة في بعض مفاصلها، لكن تعرف العراق مر بظروف كلش معقدة بعد عام 2003. نعم. هذه الظروف المعقدة هي أثرت تأثير كبير على صيانتها وعلى الحفاظ عليها من السرقة ومن التجاوز بشكل مستمر على هذه المواقع. نعم. ولكن وتأخير التخصيصات المالية والموازنات وغيرها ما انعكس سلبا على إدارة هذه الأماكن الأثرية والتراثية وعدم تشجيع السياحة الأثرية. نعم. والتراثية في عموم العراق. لكن مع هذا المؤسسات الخاصة، مؤسسة الآثار اللي هي العامة لآثار التراث أو محافظة أو أمانة بغداد، أنا أعتقد هناك في الآونة الأخيرة أكو اهتمام، ربما اهتمام جزئي بهذه الأماكن، بدليل أنه الآن أكو حملة لغرض إعادة صيانة وترميم شارع الرشيد والأماكن الشريفة التراثي الموجود في محافظة بغداد، منطقة مدين. نعم. جسر باب المعظم وجسر باب الشرجي. وكذلك الاهتمام بالخانات والبيوت التراثية وما شاكل ذلك. نعم. الأسباب التي ذكرتها هي أسباب أثرت تأثير كبير وتأثير سلبي على هذه الأماكن. نعم. طيب يعني